عندنا بقى دلوقتي وصفة تانية حلوة قوي. احنا بنبقى عايزين حاجة سريعة تتحط في الساندوتشات، ماشي، ويا سلام لو كانت اختلاف عن اللحمة والفراخ. حلو السجع اللي انا بقوله ده، يا سلام لو كانت اختلاف عن اللحمة والفراخ. طب ايه رأيكم ما تيجوا نعمل برجر نباتي بإيه بقى؟ مش هتصدقني، مش بفول صويا، ماشي، مش بمشروم، مش ايه تاني، لا طبعا لا لحمه ولا فراخ ولا الكلام ده كله، هنعمله بالعيش الفينو. ازاي يعني؟ ازاي هنعمل برجر بالعيش الفينو؟ هقول لك ازاي. تعالي نقول المقادير واقول لك ازاي. هنجيب فينو، خلاص؟ استخدم هنا 4 فينو، 5 فينو، زي ما يربط معايا، وشويه ميه، اوكي؟ جزر متقطع مكعبات، فلفل رومي اخضر مكعبات صغيره، بصل مفروم، طماطم بدون قلب مكعبات صغيره، كزبره مفرومه، ملح وفلفل اسود، كاتشب ودقيق ونشا وبابريكا وكاري وزيت للقلي. تاني مقاديري اهو. عايزه فينو، انا هستخدم 4 فينو، ماشي، جزر مكعبات، وكمان عايزه ميه، عايزه فلفل رومي اخضر مكعبات صغيره، بصل مفروم، طماطم بدون قلب، كزبره مفرومه، ملح وفلفل اسود، كاتشب ودقيق ونشا وبابريكا وكاري وزيت للقلي. طيب هعمل ايه بقى؟ فينو، عارفه بقى البواقي الفينو اللي بنبقى محتارين فيها، شويه فينو عندنا الولاد لما بنديهم الرغيف كامل، طبعا مفيش لانش بوكس اصلا بتاخده، ماشي، ولو قطعناه نصين بيحصل ايه؟ بيحصل ان هما ما بياكلوش النصين، فاحنا بنبقى عايزين نديهم اكبر جزء، فبنعمل ايه؟ بنروح شايلين الحته الصغننه اللي قدام دي، صح؟ صح؟ لكن لا بقى، احنا بقى الحاجات اللي هي باقيه عندنا دي هنروح عاملين فيها ايه؟ نجيب ميه اهي، واجيب الكبه بتاعتي اهو، انا بس هبل الفينو، الكبه بتاعتي انا هبل الفينو بله بسيطه قوي بالشكل ده اهو، خلاص، واعصره، اوكي، واحط في الكبه عندي، ابل الفينو اهو واعصره واحطه في الكبه عندي، خلاص، هعمل كده وارجع لكم بعد الفاصل اوريكم الفكره الجهنميه دي عشان هتعجبكم قوي قوي قوي. فاصل صغير نرجع لكم بسرعه، استنونا. بعد ما انتوا شفتوا بليته بله صغننه جدا، وما بسيبهوش يشرب ميه، لا، بله صغيره جدا وارفعه، ليه؟ عشان ما احتاجش عوامل ربط كبيره. الوصفه دي بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. تعالوا نكمل، ننزل ايه ايه، نضرب تاني، انا عايزاه افرمه اهو، بصوا تحت بيتفرم، فبقلب وافرم تاني اهي. ولسه بقى لما نحط لها كمان على فكره البصل والطماطم، كل دي ايه اهي، كل دي طبعا هتخلي يطرى اكتر. تعالوا شوفوا بقى شكله عامل ازاي، بصوا بصوا، خلاص خليته فتفيت فتفيت. اعمل ايه بقى؟ احط له بصل، ماشي، احط له طبعا فلفل، احط له جزر،
احط له طماطم ماشي، احط له بقى التوابل اللي انا هحطها، كاري سوري دي بابريكا، وكمان عندنا هنا كاري، وكمان هذا الملح والفلفل الاسود. والملح هعمل ايه؟ اضرب تاني، نضربه تاني اهو. هقلبه واضربه تاني ثانية واحدة. حطيت بابريكا وكاري. طيب هتقولوا لي فين النشا والدقيق؟ صبرا، ده بقى حسب الطلب. يعني ايه؟ يعني لما اعمل كده وبعدين اشوف انا محتاجه اربطه بقد ايه ابدا اربطه، فاهميني؟ مش هحطه من دلوقتي خالص، هحتاج اقعد اقول كده اشوف اقلب واشوف انا محتاجه قد ايه علشان اربطه وبعدين اربطه. وصفه سهله جدا بس بجد هتعجبكم قوي. شوفوا بقت عامله ازاي معايا، شايفين اهي. ابدا دلوقتي اقدر اشكلها، اقدر اشكلها. طب يا بيبا اديلها معلقه نشا، يعني ما يضرش، ممكن اديلها معلقه نشا صغننه ومعلقه دقيق صغيره اهي علشان برده ما تغلبنيش اهو. وطبعا عندي هنا كاتشب، هحط لها كاتشب، ده بيكرملها. الكاتشب عندي هنا بيكرملها كده، وايه وانا بقليها اهي ماشي. وديها ضربه كمان، يلا بينا. خلاص اروح اجيب بقى ايه؟ جوانتياتي صح اهي، واحط في ايدي نقطه زيت وابدا اشكلها اقراص زي ما انا عايزه. عايزه تشكليه بقى اقراص كبيره تشكليها اقراص كبيره، عايزه تشكليها اقراص صغيره، انت حره. بس انت متخيله قد ايه الفكره بسيطه؟ فينو حطينا عليه شويه خضار، ربطناهم بكاتشب هيديلها طعم حلو جدا، بشويه توابل اختياري، يا رب تقولي عايزه ملح وفلفل اسود وبس، عايزه تحط شويه توم بودره بصل بودره، انت حره. لكن هي حاجه سهله جدا، اجيب بوله اهي واجيب طبق عشان اهو هنزل فيه واوريكم كمان القوام اهو اهي. شايفين قوامها عامل ازاي؟ وريحتها كمان حلوة جدا. ليه؟ عشان فيها البصل والفلفل والتوابل دي كلها والجزر طبعا. احط بقى شوية ايه؟ بقدونس، بحطهم كده اهي، وبعجن كمان. حاسة ان هي ايه؟ محتاجة سنة دقيق. اوكي ماشي، وبحط لها كمان سنة نشا اهي وقلب. بصوا لمت ازاي اهي، بس كده ده حلو قوي، تمام جدا. اروح بقى جايبه طبق عندي وحاطه في ايدي شويه زيت علشان يبقى عندي الموضوع سهل التشكيل. يعني ايه؟ يعني بصوا لما ياخد حتة كده اهي، شايفين بقت سهلة عندي التشكيل على طول ازاي؟ هوب على طول بالزيت بقت سهلة قوي. واروح اهو فردها بالشكل ده، عايزة بقى اخليها كفتة، عايزة اخليها برجر، اخد حتة اكبر اهي.
واروح عامله كده عشان تبقى عامله معايا اهي اقراص اهي البرجر النباتي بالخضار بالفينو ورصص عندي الطبق علشان اقلي على طول اهو. عايزه بقول لك تكبريها اكتر من كده انت حره، تصغريها اكتر من كده انت حره. بصي بمنتهى البساطه بشكلها، شفتي ظبطتها ازاي بعد ما نزلتها من الكب؟ قلت لا دي محتاجه ان انا احط لها شويه دي ونشا ماشي، بس اخر حاجه اخر حاجه اهي واحده كمان. طعم بقى ما اقولكيش، خضار انت خضار، بدل ما نعجنها كلها مثلا بدقيق مثلا، لا احنا استخدمنا الفينو اللي عندنا اهو. اوكي بس كده، وريحه بقى البقدونس فيها، كزبره حلوه قوي. حطيها بقى في عيش كايزر، تحطيها جنب الاكل، عامله شويه مكرونه، عايزه تحطي لها شويه فول صويا مش هتقول لا طبعا. بنبله الاول وبنعصره كويس جدا، ولازم يتضرب مع الفينو زي ما احنا ضربناه، زي ما احنا ضربنا كل المكونات مع بعضها اهي. والله حاجة سهلة جدا واقتصادية يعني بشكل غير عادي. انا اخدت ايه 4 ترغيفة فينو صح؟ بصوا عمل معايا قد ايه وانا مكبرة الحجم، وشوية خضار ولا اي حاجة. هبدا اصغر بقى وانا محتاجاه. ماشي يلا. طيب انا كده خلصت تصبيع وتدوير، ماشي هبدا اسوي وتلاقوني لسه بسوي بعد الفاصل، استنونا. بص بقى بنقلي البرجر اللي احنا عملناه، شويه زيت وبقلبه على الجنبين، طريقه سهله جدا بسيطه اهو، ترس مش يعني بياخدش، وريحته حلوه جدا على فكره. خلاص طيب انا هشيل دي علشان خلاص ممكن لو ايه سبته اكتر من كده هيتحرق، وهو كده لونه حلو قوي. خلاص وارجع اكمل لكم، ما تقلقوش جايه لكم جايه لكم. بس هي دي الحياه الواقعيه يا جماعه. هي دي الحياه الواقعيه، ما هياش وردي على طول طبعا. اكيد بنبقى عايزين نعمل كذا حاجه في وقت واحد اهو. استوى معايا واخد اللون بقول لكم الحلو قوي. يتقدم بقى في عيش، تحط عليه طماطم في كايزر وحلقات بصل وكاتشب وفلفل رومي، كأني باكل بالظبط برجر، بس ايه برجر نباتي.